السلام عليكم. هدد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني أثناء زيارة غير معلنة إلى بغداد، هدد باجتياح شمال العراق إذا لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية المعارضة لطهران بحسب تعبير قاآني. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مصادر عراقية إن هذا التحذير سلمه قاآني إلى المسؤولين العراقيين والأكراد، وأشارت الوكالة إلى أن عملية من هذا النوع إذا نفذت ستكون غير مسبوقة في العراق وستفاقم التداعيات الإقليمية في ظل الاضطرابات الداخلية في إيران التي تعدها طهران مؤامرة أجنبية دون تقديم أدلة. وفي ضوء ذلك نطرح ما يلي: ما صدى تهديد إسماعيل قاآني باجتياح كردستان العراق على الساسة في العراق؟ بأي ذريعة يستمر الحرس الثوري الإيراني في قصف الأراضي العراقية؟ ما يستطيع من السياسيين الحاليين أن يرد على قاآني؟ ولماذا لم تصدر الحكومة الحالية تنديداً إزاء تهديدات قاآني والتزمت الصمت حيال ذلك؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها على ضيفينا في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان قصف كردستان وزار بغداد، قاآني يهدد باجتياح شمال العراق. سيكون معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي. أستاذ مجاهد، مرحبا بكم. حياكم الله. حياك الله. وسيكون معنا عبر سكايب المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق الحيالي. أستاذ عبد الرزاق، مرحبا بكم. مرحبا بك سيدي، تحية لك وضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. حياك الله سيدي الكريم. مشاهدينا الكرام، وقبل البدء ندعوكم وضيفينا لمتابعة هذا التقرير. منذ سنوات تعمد إيران لخرق المواثيق الدولية والقوانين المنظمة لشكل العلاقات بين الدول بالإصرار على التعامل مع العراق على أنه منطقة نفوذ لها وساحة حرب بالنيابة لإدارة صراعاتها مع المحيط الإقليمي والدولي. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني هدد باجتياح كردستان العراق ومواصلة القصف إذا لم يحصن الجيش في العراق الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية المعارضة لطهران بحسب وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية. التهديد الإيراني باجتياح الأراضي العراقية جاء في عقر دار من يتبجحون بالسيادة ويتربعون على عرش السلطة الفاسدة، ولم يصدر أي تنديد ولا حتى استنكار من تلك السلطة لتهديد قاآني في أثناء زيارته الأخيرة لبغداد التي التقى فيها السودانية ورئيس الجمهورية الحالي، فضلا عن الإطار التنسيقي وقادة الميليشيات المسلحة الحليفة لإيران. جاء ذلك بعد ساعات من قصف إيراني جديد استهدف مناطق داخل العمق العراقي في إقليم كردستان العراق. الأوساط الشعبية والعامة في العراق تبدي رفضاً واستياءً كبيرين للتدخلات الإيرانية المستمرة في شؤون العراق، وقد انعكس ذلك الغضب عبر العديد من التظاهرات الاحتجاجية التي حملت طهران مسؤولية القتل الممنهج لكثير من العراقيين. إيران تعيش وضعاً مضطرباً من الداخل بفعل سياسات ولاية الفقيه التي جعلت من الشعب الإيراني غاضباً ومزدرياً هؤلاء الساسة الذين حكموا البلاد أكثر من 40 عاماً، وهي تحاول الخلاص من الضغط الشعبي بتصدير أزماتها إلى الخارج. الانتهاكات والقصف والتهديد بشن عملية برية إيرانية في شمالي العراق تأتي انعكاساً لتلك الاضطرابات التي يعيشها النظام السياسي في إيران، واستخفافاً بالعراق الذي أصبح تابعاً لها بعد أن جندت ميليشياتها وأذنابها في العملية السياسية لتعبث بمقدرات العراقي كما يحلو لها. إذا المشاهدين الكرام، لمن فاتته المقدمة، نبحث في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع قصف كردستان وزار بغداد، قاآني يهدد باجتياح شمال العراق. أبدأ معكم أستاذ مجاهد قبل أن ندخل في حيثيات الموضوع والتهديد الإيراني لشمال العراق. لماذا دائما تكون زيارة قاآني ومن قبله سليماني سرية وغير معلنة، وأنها تأتي دائما من غير بروتوكول الاستقبال؟ ما السبب في ذلك؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم.
طبعا بالعادة البروتوكول يشمل الزيارات الرسمية الدبلوماسية على مستوى رئاسة الجمهورية والخارجية، فيكون هناك تعامل بروتوكولي. أما يعني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، زياراته لا تشمل هذا البروتوكول، لأنه رجل عسكري ويدخل في سياق رعاية الوكلاء. هو راعي، وهناك عدد من الوكلاء في المنطقة، سواء في سوريا أو لبنان أو اليمن والعراق، لذلك هو يقوم بهذه الزيارات يعني تكون بطبيعتها سرية، ويعلن عنها عند الوصول، ويلتقي من يلتقي من الساسة وأتباعه من قادة الميليشيات. لذلك يعني طبيعة التعامل الإيراني مع هذا الملف تعامل بنمط التابع والمتبوع، وليس طبيعة التعامل مع دولة مقابل دولة. هناك احترام متبادل، يزور مثلا قائد عسكري مقابل يستقبله قائد عسكري. هو لا يعني الزيارات الإيرانية لا تشمل فقط من هو نظير هذا المسؤول في تلك الدولة، إنما تجده يلتقي بقادة ميليشيات، زعامات سياسية، رجال دين، رجال أعمال، يذهب حتى إلى شيوخ العشائر. لذلك هناك طبيعة التعامل مع النفوذ الإيراني، هو يزور نفوذه ولا يزور الدولة العراقية وهو ممثل عن يعني على أقل تقدير. أستاذ مجاهد، يجب أن يكون في استقباله مثلا ضابط معين يعني مساوي له في الرتبة، ولكن هذا غير موجود. يعني هو هذا النمط، يعني هو قائد فيلق القدس الذي يهتم ومسؤول عن ملف خارج حدود الإيرانية. فهو أساسا يعني التفكير الإيراني تفكير إمبراطوري عابر للحدود. هذا غير موجود في دول الإقليم. لا موجود لا في مثلا في السعودية أو تركيا أو بالضبط. هو يتعامل بمنطق الإمبراطوري، وكأنه مندوب سامي يذهب إلى دول الإقليم التي فيها نفوذ إيراني متنامي. طيب. ويقوم بهذه الزيارات فقط للاطلاع على ما يجري ويعطي أو طيب. يعني يقدم النصائح والتوصيات لهؤلاء الوكلاء. أستاذ عبد الرزاق، أجدد الترحيب بكم. آخر إحصائيات للضربات الإيرانية على شمال العراق خلال 4 سنوات، بلغ عدد الضربات والقصف الإيراني يعني أكثر من 100 ضربة. لماذا أو بأي ذريعة يستهدف شمال العراق باستمرار أستاذ عبد الرزاق؟ سيدي، الإيرانيين ما قابلين يعني يعترفون أن الشعب الإيراني ثائر ضدهم، وشاف الظلم من حكومة الملالي من 40 عام. هاي الحقيقة ما يريدون يعترفون بها، لذلك هم يريدون الحقيقة يرحلون هاي الأزمة الداخلية إلى خارج إيران، وأقرب مكان لهم هو العراق، لأن العراق يعتبروه هو ضيعة تابعة لهم. قضية كوملا هي كانت في بداية الثمانينات موجودة على هزار قلة، وأحنا من الناس اللي كنا يعني نخلي كمائن، وكنا نواجه الكوملا بهزار قلة. هم يعرفون هاي الحقيقة تماما، مو هسه موجود كوملا، وكوملا ما موجود على الأراضي العراقية، هو موجود في جبال إيران. والثورة الإيرانية اليوم داخل إيران ما معتمدة على الفصائل اللي جاي تقاتل على الإطلاق. اليوم الثورة الإيرانية ما موجودة بس بسقد وسنندج وبانا ونقدة وصحنة حتى يتهمون مثلا الكوملة. الثورة الإيرانية موجودة على بلوشستان، في طهران، في الأحواز، في أصفهان، في باقي المحافظات الإيرانية. ثورة شعبية بعيدة عن الإصلاح والتسلح، لكن قاآني يريد يرحل هاي الأزمة على العراق، وشاف أنه عنده قطاعات داخل العراق، وقطاعاته هي الحشد الشعبي وحكومة الإطار. لذلك بهاي الذريعة هو إجا للعراق، ومن اجتمع بهم اطاهم أوامر. معلومة أقول لك أنه اطاهم أوامر كيف راح يتعاملون بالفترة القادمة مع الضربات الإيرانية، وهذا مو غريب. طيب. يعني على أساسة العراق. أستاذ مجاهد، ندخل في عمق الموضوع الذي نبحثه هذا الأسبوع. كما تعرفون، هدد قاآني باجتياح شمال العراق. حكومة السوداني حتى هذه اللحظة لم تندد بهذه التصريحات. ما سبب هذا الصمت؟ بطبيعة الحال الحكومة العراقية ولدت على يد قابلة إيرانية، ولذلك من غير الممكن أن
يكون هذا المولود الجديد معادي للسياسة الإيرانية. حكومة السوداني يعني الذي ندد وصرح منذ البداية ورفض هذا السلوك هو وزير الخارجية، لأن الحكومة هي مقسمة طائفيا وإثنيا كما هو معروف بنظام المحاصصة، لذلك هناك كل طرف يتحدث وفق مصالحه. لذلك إقليم كردستان على سبيل المثال يعترض على هذه الهجمات، فيصرح وزير الخارجية ويندد بهذه الهجمات. حكومة السودان اليوم رفض هذا السلوك، يعني تعبير خجول، البرلمان انعقد و يعني جلسة لحفظ ماء الوجه. طريقة التعاطي مع هذه الأزمة لا تليق بمستوى حكومة ورئاسة وزراء ورئاسة جمهورية. إيران متغلغلة في كثير من المفاصل. الأزمة ليست أزمة حكومة بطبيعة الحال، هناك أزمة كبيرة جدا هي الأزمة الإقليمية التي تتعلق بالكرد. يعني إيران تتعامل مع يعني الملف بجوانب متعددة، وتنظر إلى إقليم كردستان نظرة مختلفة عن ما ننظر نحن إليها. يعني إذا تجد مثلا قرب إقليم كردستان من الغرب وعداء إيران مع الغرب، تجد إيران إقليم كردستان وكأنه حليف لأعدائها. موضوع الغاز، هناك يعني موضوع الحرب الأوكرانية، هناك ورقة بيد الروس وهي الغاز إلى أوروبا. لذلك إقليم كردستان يفكر بتصدير الغاز ويلعب هذه الورقة ويفشل يعني هذه الخيارات الروسية، وإيران حليفة روسيا. لذلك موضوع الغاز موضوع مهم جدا، لا يعني علينا أن لا نغفله. مسألة أخرى، الشرط الإيراني بذهاب يعني تحصينات الحدود عن طريق الجيش العراقي حصرا، بمعنى أن الحكومة المركزية ستمتد سلطتها على داخل الإقليم، وإقليم كردستان بطبيعة الحال سيرفض هذا الخيار جملة وتفصيلا، لأن لديه قوات تعتبر قوات رسمية وتابعة للإقليم وبمقدورها مسك الحدود. اتهامات بأن الأحزاب الإيرانية الكردية يعني تمول من قبل الموساد والولايات المتحدة والسعودية والغرب. لذلك هناك إيران تنظر إلى يعني إلى عدوها الصغير بمنظور أعدائها جميعا، وتقوم بهذه البروباغندا بنشر كل أعدائها ووضعهم في خانة واحدة. وهذا السياق يشيطن هؤلاء ويعطي الذريعة لإيران بالتمدد. هناك نظرة أخرى على السياق في السياق الإقليمي، إيران تنظر إلى تركيا، لديها قواعد عسكرية في العراق وتتقدم وتحارب PKK. هناك قواعد عسكرية أمريكية في الشمال، فوجدت نفسها في لحظة ما وكأن هناك تفوق أمريكي تركي في المنطقة، لذلك تحاول أن تدخل إلى الأراضي العراقية وتقوم ببناء قواعد عسكرية لتنافس هذه الدول التي تنافسها. خاصة وأن يعني قبل أشهر اتهمت إيران هذه الأحزاب ب يعني عن طريق قواعدها المحلية استخدمها الموساد وضرب قواعد داخل الأراضي الإيرانية. فإيران تريد أن تنقل المعركة إلى داخل الحدود العراقية لكي تبقى حدودها آمنة. لذلك هناك النظرة الإيرانية نظرة مختلفة عن السياق العراقي ومختلفة عن النظرة التركية والنظرة الأمريكية. طيب أستاذ عبد الرزاق، تعتقد أن التهديد قاآني وضع حكومة السودان في مأزق؟ وإذا في حال نفذ قاآني تهديده باجتياح شمال العراق، كيف تتوقع موقف حكومة السودان إزاء ذلك؟ يعني هو ما أعتقد خلاها مبحرج، على العكس هم يعلنون دائما هم مشروع إيراني بالمنطقة يعني. وكنا نعرف احنا حكومة الإطار وحتى الحشد التابع لحكومة الإطار هم مشروع إيراني داخل العراق وحتى بالمنطقة، فما أعتقد هم ينحرجون. طالما هدد قاآني بضرب العراق وضرب العراق أكثر من مرة وما استحى ولا خجلة والإطار والحشد الشعبي، فما أعتقد هم راح يصيرون بحرج في يوم من الأيام. هم يعرفون أنه
قطاعات تابعة له، وراح يقاتلون مثل ما هو يقاتل، وإذا اجتاح كردستان بريا راح تكون لهم جبهة يقاتلون ويا، يعني من جبهة يعني مع من أستاذ عبد الرزاق؟ مع إيران؟ يقاتلون مع إيران؟ نعم يقاتلون مع إيران، وهم يعلنون هذا أكثر من مرة، علنوا أنه إيران إذا تدخل حرب ويا العراق احنا كحش الشعبي ويا ايران، ما زلنا احنا قطاعات تابعه الايرانيه ميليشياتنا. ما اعتقد اكو اثنين يختلفون على هاي، ولا هم يستحون يقولوها على الاطلاق. رغم العلاقه القويه اللي موجوده بين الاكراد والايرانيين او بين الاطار الفارسي والايرانيين، لكن الايرانيين لا يؤتمن جانبهم. اليوم خلوا امن كردستان في مهب الريح من رادوا يرحلون مشكلتهم داخل من الداخل الإيراني. اليوم إيران هي مشغولة في وضعها الداخلي، ما أعتقد يعني تنظر للوضع الإقليمي بقدر ما تريد تخلص من الوضع اللي هي تعيش اليوم والمتظاهرين اليوم في كل مكان. لذلك السيادة في ذلك أستاذ عبد الرزاق، سيادة العراق أين هي؟ احنا مش وقت عندنا سياده سيدي، مش وقت العراق عنده سياده، العراق ما عنده سياده من يوم الاحتلال الى هذا اليوم. نعم. الايرانيين هم اصحاب القرار في العراق، والشواهد كثيره والمراحل اللي مرت كنا احنا شفناها، يعني حتى لا نجامل بعضنا ونقول الحقيقه، يعني ايران هي المسيطره على العراق، وهذا يعلنها اكثر من قائد بالميليشيات اللي تابعه لايران، ولا اكثر من رئيس وزراء، يعني هو يتكلم انه احنا ايران هي يعني عمقنا، وايران هي اللي ساعدتنا، وايران هي اللي واقفه ويانا، واحنا اغلبنا كنا عايشين بايران، والناس حراس الثوره تابعين للحرس الثوري الايراني، فما حد يعني لكن استاذ عبد الرزاق، لكن محمد الشاع السوداني يعني وعد بمساله الاستقلاليه، استقلال القرار السياسي والسيادي في العراق. يعني محمد الشاع السوداني هو رجل يعني رجل نور المالكي، هو يعني رجل المرحلة الثالثة أو السلطة الثالثة للمالكي، الحكومة الثالثة للمالكي، فهو مو صاحب قرار على الإطلاق. وأكثر من مرة قيس الخزعلي قال على محمد الشاع السوداني إذا يتخذ قرار المفروض يرجع للإطار، والإطار كنا احنا نعرفه هو إطار يعني إيراني واضح يعلن عن نفسه أكثر من مرة. فما اعتقد محمد الشاع السوداني اصلا من هددوا وضربوا بالطائرات المسيره والصواريخ البالستيه، الرجل راح للاردن على الاطلاق، وكان الامر مو يمه ولا يهمه، ولا غر التغريده، ولا لا هو ولا مدير استخبارات العراق ولا رئيس جمهوريه العراق يعني ادانوا هذا الهجوم البربري على منطقه كردستان، يعني وهي مناطق عراقيه، واضح انه الرجل الأمر مو يم قيادة الإطار اللي يقودها هو نور المالكي. فيعني ما أعتقد يعني راح يتخذ موقف. اليوم البرلمان شفنا احنا وبرلمان الإطار، المطلوب كان والمفروض من التحالف اللي كنا نسمع به، التحالف الثلاثي اللي سرقوا من عندهم نتائج الانتخابات اللي صار اليوم برلمان الخاسرين، المفروض هنا يعترضون التحالف الثلاثي الوطنيين العراقيين يجتمعون، و البيانات ما يعني ما تكفي البيانات، لابد من العمل ولابد من دخول كردستان والدفاع عن كردستان مثل ما ندافع عن البصرة والناصرية أو العنبار، لأن الأكراد هم الناس عراقيين والعرب عراقية، ودائما الأخوة الأكراد كانوا إيجابيين مع باقي المناطق العراقية. أستاذ مجاهد، حتى نكون منصفين، قاآني طرح مطلبين أساسيين حتى لا تكون هناك اجتياح لشمال العراق. قال المطلبين هما نزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة لإيران في شمال العراق، وأنت تفضلت في ذلك، وأيضا طلب تحصين الحدود لمنع التسلل. إذا إيران تتحدث عن نزع السلاح وتحصين الحدود، كيف تعلق على ذلك؟ طبعا يعني العلاقات الكردية سواء أكراد إيران أو أكراد تركيا أو أكراد العراق وأكراد سوريا، هناك علاقات مترابطة، وإن اختلفوا وأصبح وكان هناك صراع فيما بينهم، لكن هناك نوع من يعني العلاقات التاريخية، لأن الظروف التي يعني دفعت بهم إلى الجبال هي واحدة سواء في إيران أو في العراق أو في سوريا أو في تركيا. لذلك هناك علاقات فيما بينهم، وإلى الآن هناك علاقات. حتى يعني هناك أنباء عن اتصال
السيد مسعود برزاني بعائلة مهسا أميني عندما قتلت. لذلك هناك نوع من المحاباة الكردية الكردية، ولا يستطيع الإقليم نزع سلاح هذه الأحزاب لأن هناك علاقات جيدة معها، وهذا السلاح ليس سلاحا ثقيلا أو سلاحا يهدد إيران كما تدعي، وربما يكون هناك سلاح خفيف للدفاع عن النفس إلى آخره. لكن الاتهامات الإيرانية اتهامات كبيرة، تتحدث عن يعني علاقات بمخابرات بالموساد بالCIA بالسعودية، كما قلنا جمعت جميع أعدائها ووضعتهم في خانة الأحزاب الكردية الإيرانية. لذلك هذا الحل غير منطقي، وكردستان لا تستطيع القيام به لأن هذه الأحزاب موجودة في الجبال وتقاتل منذ سنوات تقاتل إيران. هذا رقم واحد. ولكنها يعني تشكل تهديدا لطهران أستاذ مجاهد. هي لا تشكل تهديدا لطهران. هناك مفاوضات، يعني إذا تتبعنا السياق ما بعد تشكيل الحكومة، هناك مفاوضات كردية مع بين أربيل وبغداد على مواضيع مختلفة. لذلك هناك طموح كردي بإنهاء الأزمات، وفيما يتعلق بالطاقة مثلا والمناطق المتنازع عليها إلى آخره. لذلك إيران أوقفت جميع حلفائها، يعني إذا تنظر اليوم مثلا جميع الميليشيات لا تهاجم الولايات المتحدة، لا تهاجم السعودية، لا تهاجم الإمارات، لا تهاجم الأردن، لا تهاجم أربيل. إيران بنفسها تقوم بالمهاجمة. بالضبط. بمعنى أنها أن السياق الذي والاتفاقات التي حصلت ما بين القوى الداخلية العراقية لا تزال إيران تحافظ عليها. لكن لم يحصل هناك اتفاق مع إيران، لذلك إيران تقوم بالقفز على هذا الحل وفرض حل والضغط على الإقليم ليكون هناك ورقة تفاوضية بيد حكومة السوداني، وهذا ما يفسر صمتها. يعني هناك أوراق بيد حكومة السوداني وهناك أوراق بيد حكومة أربيل. دخول إيران على الخط والضغط على أربيل من أجل تحجيم أوراقها، يعني عندما تدخل إيران بهذه الهجمات ستفشل مشروع الغاز على سبيل المثال. في المقابل هناك ضغوط من قبل بغداد للسيطرة على صناعة النفط والغاز، فيكون هذا مقابل هذا. يعني التنازل عن فكرة تصدير ومشروع الغاز مقابل استعادة كردستان لحقها الطبيعي القانوني في تصدير الغاز محليا. أستاذ عبد الرزاق، في حال اجتاح الحرس الثوري الإيراني شمال العراق، هنا نتحدث عن دور الميليشيات، هل ستسهل الميليشيات في العراق دخول الإيرانيين، وبذلك أنها تستدعي دورها سابقا في الحرب العراقية الإيرانية؟ ما هو دور الميليشيات؟ بكل تأكيد سيدي، هاي الميليشيات إيرانية أعلنت عن نفسها أكثر من مرة، وأكثر من مرة قالوا إذا صارت الحرب بين إيران والعراق احنا راح نقف إلى جانب إيران. هذا ما يراد لنقاش على الإطلاق، وقاآني من اجتمع بيهم اطاهم أوامر، يعني فيما إذا صار حرب يعني هجوم بري شنو راح يكون دور هاي القطاعات اللي تابعة. لذلك حضرتك تسأل تقول ليش مثلا ما يجي بطريقة مثل بالمطار يستقبل ضابط مثلا موازي إلى، وهذا رجل يعتقد أنه العراق إله، العراق صار هو رئيس العراق، وهي حقيقة هو رئيس العراق، يعني هو اليوم هو اللي يرأس العراق وهو اللي يدير العراق وهو اللي يدير وزارات العراق. يا جماعة، لا محمد الشياع السوداني ولا الإطار، هذول ناس موظفين عند قاآني. صدقني إذا دخلوا الإيرانيين بريا على 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 كردستان العراق، محور العراق راح يهجمون الحشد الشعبي ويبدون هجومهم من كركوك على الشمال العراقي كردستان العراق. هذا الشيء ما حد يستغرب من عنده، وكنا نعرف هاي الحقيقة سيدي حبيبي. أنت احنا لازم نشخص ولازم نعمل كيف احنا اليوم ايران اذا 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 هجمت على العراق حتى من محور البصره مو من محور كردستان، صدقني اسبوع تكون ببغداد لان قطاعاتها وجيشها موجوده ببغداد. الحشد الشعبي
قطعة إيرانية يا شباب، الحشد الشعبي قطعة إيرانية فارسية مجوسية تريد الخراب من العراق. لكن الحكومة العراقية الإطارية الفارسية حكومة إيرانية موجودة داخل العراق. ليش الإيرانيين يقومون بالقصف على مناطق في شمال العراق واستبعدت أذرعها؟ ما السبب في ذلك؟ إحنا دائما طهران تستخدم أذرعها في قصف مناطق معينة مثلا أو في حال هجوم معين، لكن في هذه الحالة إيران هي نفسها التي تقوم بقصف شمال العراق، ما السبب في ذلك؟ سيدي أكيد أنت ما راح تخرج هاي القطاعات بالعراق من الحشد الشعبي حتى تضرب كردستان العراق. نعم. وتعرف هذا الأمر مو بصالح يعني حكومة بغداد الحكومة المركزية، لذلك هي تتخذ، وإلا هي دولة قائمة 40 عام ما تقدر تحمي حدودها من البككة قادرة، يعني هذا ليش الأمر هي تدبه مثلا أو تحيل على الأكراد. هي إيران مشكلتها يعني بالداخل، مشكلتها أن الشعب الإيراني ثار كما ثارت ثورة تشرين، ناس يطالبون حرية، يطالبون حياة، يطالبون أن يكونون دولة محترمة حال باقي الدول الأخرى، لكن إيران ما جاي تقبل هاي الحقيقة، لذلك هي يعني ترحل هاي المعركة على كردستان على خارج إيران. هنا أكيد ما راح يعني تكلف الحشد الشعبي بضرب كردستان، هي قادرة وتعرف أنه قادرة على كردستان وضربت كردستان أكثر من مرة، وما شافت رد من الحكومة من العراقية أو من الميليشيات الولائية اللي تابعة لها على الإطلاق، لذلك هي تستهدف هاي المنطقة دائما. هي مسيطرة جدا إيران قادرة يعني بهجوم بري غير الطائرات وغير الصواريخ البالستية، ما حد بالعراق راح يقدر يضرب صدرها. قطعاتها وقواتها وأفرادها موجودة في بغداد وموجودة حتى في الموصل وموجودة بجرف الصخر وموجودة بكل مكان، فهي سيطرة كاملة. إيش وقت العراق ينهض وش وقت العراقيين يتخذون موقف من هاي الميليشيات الولائية والحكومة الإطارية اللي الحقيقة هي طالبة رقاب العراقيين؟ نأمل من العراقيين الوطنيين الضباط العراقيين يتخذون موقف ويتخلص هم كردستان العراق ويتخلص العراق من هذه الميليشيات ومن هاي الجارة السيئة، وبإذن الله يعني النصر قريب. نعم. يعني نتمنى أن الشعب الإيراني ينتصر على حكومة الملالية. طيب. يعني الحقيقة في بوادر كبيرة تقول بإذن الله إن شاء الله ينتصر الشعب الإيراني على الملالية. أستاذ مجاهد، موضوع يعني هو في بغداد ويهدد العراق، سنبحث هذا الموضوع ولكن أستميحكم عذرا، سنذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل ولنا عودة بإذن الله. مع اختلاف ألوانهم، مع اختلاف اجتهاداتهم، مع اختلاف توجهاتهم، يعني بشرط أن يكونوا شركاء في النقاط الأساسية. هناك دائما معارك على الجيل الجديد في تركيا، ما هو حضوركم وتأثيركم في هذا المجال؟ وضع الجماعات والجمعيات، تعاونهم وتصاندهم، هل هو على المستوى الذي نحن نستهدفه ويجب أن يتحقق؟ لا، ولكن هل هو متخلف كما نحن كنا نعاني منه من قبل؟ هذا أيضا الحمد لله لا. كل مسلم مسؤول حسب طاقته، العلماء مسؤولون حسب طاقتهم وطاقتهم، الإبلاغ والتبليغ والتحذير والتبشير والتنظير. موقف إيران سياسيا في العراق وفي سوريا وفي اليمن، هذا الموقف في الحقيقة ليس موقفا إسلاميا ولا يتلائم مع الدين ولا مع الأخوة الإسلامية. ثانيا، ليس موقفا إنسانيا. رئيس جمعية علماء المسلمين في تركيا الدكتور عبد الوهاب إكنجي في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات التالية.
إذن مشاهدينا الكرام، نبحث في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع. قصف كردستان وزارة بغداد قاآني يهدد باجتياح شمالي العراق. أستاذ مجاهد، القاآني في العراق في بغداد ويهدد شمال العراق، هل هذه رسالة معينة تعتقد ذلك؟ طبعا أكيد أن هناك يعني نوع من التقارب ما بين حكومة الشيعة السوداني التي تعتبر حليفة لإيران وما يعني تفرضه من سياقات على حكومة أربيل. نعم. هناك نوع من الضغط الداخلي بسياق المفاوضات، كما أشرنا سابقا هناك مفاوضات تجري، أو السيد نتشيرفان بارزاني سيزور بغداد وتبدأ ربما جولة أولى أو جس نبض لمفاوضات ما بين بغداد وأربيل. نعم. لذلك قاآني يريد زيادة الضغوط على إقليم كردستان بموضوع المعارضة الإيرانية، بموضوع ملف الغاز، بملف المناطق المتنازع عليها، بملف يعني الاتهامات التي تقال لأربيل. يعني القصف، عندما نعود إلى أول قصف حصل في أربيل، قالوا هناك مقر للموساد. نعم. ثم تحدثوا عن يعني ملف دعم هذه الأحزاب الإيرانية الكردية من قبل خصوم إيران، ثم بدأوا يهاجمون مصافي النفط. لذلك عندما تربط ما بين المعارضة الإيرانية ومصافي النفط والاتهامات بوجود أطراف في الموساد في أربيل، تتضح الصورة بأن هناك أهداف إيرانية كبرى غير الأهداف التي تعلنها من وجود إسرائيل أو وجود CIA أو إلى آخره. نعم. لا، هناك مصالح اقتصادية سياسية إقليمية تتخلل هذه الاتهامات، وهذا نوع من الضغوط. بس هاي وقاحة أن يكون تهديد العراق من داخل بغداد. طبعا يعني هناك، كما تعلم، هناك يعني تشظي عراقي، يعني بسياق المحاصصة العراقية هناك مصالح في بغداد، مصالح للقوى السنية، مصالح للقوى الكردية، وبالتالي النظرة إلى إلى الخصم، يعني إذا الآن تأتي إلى القوى الأطراف السياسية العراقية وتقول لهم ماذا يمثل لكم قاآني، ماذا تمثل لكم إيران؟ نعم. ماذا يمثل لكم السعودية؟ ماذا تمثل لكم تركيا؟ هناك أطراف كثيرة تقول هذا الطرف حليف وهذا الطرف عدو، هذا الطرف حليف وبالمقابل هذا الطرف عدو، بمعنى أن صناعة القرار السياسي العراقي غير موحد وغير موجود. يعني كما أشرنا، الخارجية تتحدث وتندد. نعم. الحكومة العراقية صامتة. صامتة. نعم. رئيس الجمهورية في لا علاقة له بالموضوع أصلاً، يعني في نعم. في مجال آخر، رئاسة البرلمان والبرلمان يتحدث بجلسة مغلقة ويحفظ ماء وجهه فقط. نعم. على الاستحياء. هناك هناك صراع مصالح في العراق، هناك نوع من التشظي. صناعة القرار السياسي في العراق لا تخضع لسياق واحد، لا وجود لمشروع وطني. طيب. لا وجود لمصلحة عراقية حقيقية بحيث تجبر جميع الأطراف لاتخاذ قرار سياسي واحد. أستعير منك هذه العبارات أستاذ عبد الرزاق، بلد بلا أسوار، أرض مباحة لإيران، أحزاب تتصارع على السلطة، من يتحمل مسؤولية ما وصل إليه العراق إلى هذا الحال؟ من يتحمل مسؤولية أن يهدد قاآني العراق من العاصمة بغداد؟ حقيقة هاي أمريكا، أمريكا اللي جابتهم ودخلتهم العراق هذول، ولا كانوا يحلمون يشوفون العراق. سيدي عدنان إبراهيم النجار، مسؤول عمليات الحج الشعبي، كان قائد منظمة بدر أبو علي البصري المعروف قبل هذه العامل، وقبل أبو مهدي المهندس كان هو قائد منظمة بدر. وفي حوار دار بينه وبين أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني، فقال أبو علي البصري، قال إحنا ما بيناتنا جناس وهويات، هاي جنسيتي ومزقها. أبو علي البصري قال إحنا يعني يربطنا الدين والإسلام، فطلب من الحرس الثوري الإيراني هم يمزق هويته. الحقيقة رفض القائد الحرس الثوري الإيراني ونظر إلى أبو علي البصري يعني بطريقة اشمئزاز. اليوم أبو علي البصري هو مسؤول عمليات الحشد الشعبي، وتخيل أنت، يعني تخيل كيف انت يعني تحس انه هذا الرجل باشر الى يعني هجمه ايران على العراق، وين راح يكون مكانه؟
فيا سيدي هاي المسؤولية الحقيقة اللي تحملتها أمريكا اللي جاءت بهم من شوارع بوزر خان قم وكوتش مروي طهران وحسينية معير بطهران اللي سلطتهم وسلمتهم العراق على طبق من ذهب، لكن هذا لا يعني أن المسؤولية يعني ما تهم العراقيين، يعني الحقيقة المسؤولية هم كبيرة على العراقيين الوطنيين اللي يعرفون حجم الخطر اللي يداهم العراق من إيران. يعني للأسف الشديد احنا نتمنى هاي الحكومة الأخيرة لحكومة الإطار، اليوم هم انكشفوا يعني انكشفت إيران على حقيقتها، واليوم الشعب الإيراني ثائر، ونشوف احنا المعممين والملالك كيف جاي يتعاملون وياهم داخل إيران، ونأمل أنه يعني الشعب العراقي يعيد ثورة أخرى كثورة تشرين ويتخلص من هذا الإطار الفارسي اللي سرق حتى أصواتهم بالانتخابات، سرقها كل المواقف اللي يعملها هي الصالح إيران ومن أجل إيران، الفساد اللي جاي نشوفه. الحقيقة إذا نتكلم عن ما عمل الإطار الفارسي والحشد الشعبي بالعراق، الحقيقة ما يخفي على أحد يعني وهاجر في الصخر اليوم محتلة. يعني أمريكا تتحمل ما وصل إلى العراق لوحدها أستاذ عبد الرزاق؟ يعني أمريكا الوطن العربي الكل مسؤول، لكن أمريكا إذن وين الاتفاقية الأمنية اللي عقدها نور المالكي من بعد ما المقاومة قاتلوا الأمريكان وهربوا من العراق سنة 2011؟ من أعادهم باتفاقية أمنية غير نور المالكي؟ الاتفاقية الأمنية وين التحالف الدولي؟ ما يتحرك التحالف الدولي، وين فتوى المرجعية؟ وين السيد السيستاني أو عبد الرضا السيستاني؟ وين الدعوة؟ وين الفتوى؟ وين الجهاد الكفائي اللي يتكلمون عنه؟ هذا عدو خارجي وعدو هو أخطر من الدواعش على العراق. ليش هنا الفتوى ما تشتغل؟ ليش الفتوى إذا تكون على المناطق السنية تظهر فتوى وتظهر دعوة وتظهر جهاد وتتكالب الأمة أمريكا وكل الكفر العالمي يتكالب على العراق؟ ليش من تعتدي إيران باعتداء صارخ وواضح على إقليم كردستان وحتى على الداخل العراقي لما نشوف احنا لا فتوى ولا تحالف دولي ولا تحالف عربي ولا ليش؟ ليش؟ إذا المسؤول الأول هي أمريكا، نعم أمريكا هي المسؤولة، أما من يرمي المسؤولية على الحشد لأنه حشد إيراني؟ ماكو مسؤولية على الإطار لأنه هو الإطار فارسي، من حملهم المسؤولية؟ نقول احنا نعرفكم من الثمانينات، أنتم ناس تبع مقاتلين وهوياتكم هويات حرس ثورة، رواتبكم بإيران وبيوتكم ومصانعكم ومزارعكم ومساتينكم موجودة بإيران، نضحك على نفسنا احنا نحملهم مسؤولية؟ هذول ناس تبع الإيران، لكن تعال حمل المسؤولية أهل الاتفاقية الأمنية، حمل المسؤولية اللي جابوهم بعد الاحتلال، حمل المسؤولية على العراقيين الوطنيين اللي تخلوا عن السلاح، اللي تخلوا عن المقاومة للمشروع الإيراني بالمنطقة، اللي هربت أمريكا منين؟ هربت من المقاومة العراقية، من مثلث الموت، نسينا مثلث الموت، من تخلوا عن سلاحهم، احتلت أراضيهم، احتلت جرف الصخر، مكاتب الاقتصادية اللي مسيطر على الموصل وتهتكب أهل الموصل، وبعض شيوخ الأنبار اليوم اللي يقعدون ويا قاسم مصلح واللي يقعدون ويا السفير الإيراني ويسوون الديمية، هذول اللي يتحملوا مسؤولية التدخل الإيراني والقصف الإيراني على العراق. أستاذ مجاهد، كما تعرفون إيران تعيش وضع داخلي مضطرب نتيجة الاحتجاجات المستمرة منذ 9 أسابيع، هل هي بذلك تهديد قآني لشمال العراق هو نتيجة الضغط الشعبي وبذلك يريد أن يصدر أزمات إيران إلى الخارج، تعتقد ذلك؟ بالتأكيد نعم. يعني الضغط داخل الاحتجاجات ضغط كبير جدا، وهناك اتهامات يعني للأحزاب الإيرانية الكردية، وهناك يعني إذا عدنا بالذاكرة منذ الثورة الإيرانية الخميني أصدر فتوى جهادية ضد الأحزاب الكردية الإيرانية عام 79، لذلك هناك نوع من يعني مواجهة الأزمة الكردية ليست بنوع من الحقوق. يعني الآن عندما ننظر إلى الأزمة في إيران، الأزمة ليست حقوقية فقط لأنها تتخللها الأزمة الكردية، يعني هناك أزمة كردية مع أزمة حقوقية تداخلت فيما بعضها، وقآني والنظام الإيراني يريد تصدير هذه الأزمة للخارج ليخفف الضغط الداخلي بأن هناك خطر خارجي، هناك
نفس هذه الكليشة البروباغندا التي دائما ما يروجون لها السعودية، أمريكا، إسرائيل، الغرب، الأعداء، جميعهم يعني يركزون عليهم في نقطة واحدة. طبعا إيران تنظر إلى هذه يعني سياق الأعداء بنظرة مختلفة. يعني مثلا هناك في أذربيجان هناك أيضا اتهامات بوجود تعاون مع إسرائيل، لذلك الموساد موجود بقرب إيران من هناك، هناك اتهامات للخليج بالتواجد الإسرائيلي، فإيران تنظر إلى أن هناك خطر من الخليج، وتنظر إلى شمال العراق بوجود إسرائيل وأعدائها هناك، لذلك تجد إيران نفسها محاطة بقوة تتهمها بأن لديها صلات بأعدائها، وبالتالي تبحث عن الثغرة الأضعف وهي شمال العراق، وتدخل من خلالها، هي تصدر منها أزمتها للخارج، منها تقوم أنها تواجه هذه الأعداء داخل الأراضي العراقية التي تنطلق منها ضدها كما تزعم. لذلك هذه هي الصورة التي تدعيها إيران، لكن في الحقيقة هناك فصل. يعني لو افترضنا جدلا أن الأحزاب الإيرانية الكردية في شمال العراق غير موجودة، هل ستنتهي الاحتجاجات في إيران؟ هذا هو السؤال. وبالتالي الجواب لا، لن تنتهي الاحتجاجات في إيران، وبالتالي التعامل الإيراني وإلقاء التهم على الخارج والأحزاب الكردية الإيرانية هو يأتي في سياق الذرائع لشن هجوم على العراق وإضعاف الإقليم وتقوية بغداد في مفاوضاتها مع الإقليم. أستاذ عبد الرزاق، ردع التدخلات الإيرانية يحتاج إلى قرار وطني سيادي، سنبحث هذا الموضوع، ولكن دعني أنتقل إلى فاصل قصير. مشاهدينا، فاصل ولنا عودة بإذن الله. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعب وعدها. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد، نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج تحت الضوء قاآني يهدد باجتياح شمال العراق. أستاذ عبد الرزاق، هناك الكثير من الأوراق التي تستطيع حكومة بغداد أن تلعب بها مع إيران، خاصة مثل الاقتصاد، الاستثمار، السياحة، خاصة أن إيران تعاني من عقوبات بحقها من قبل الولايات المتحدة والغرب. موضوع قدرة العراق على ردع التدخلات الإيرانية والتعامل كدولة مستقلة وليست تابعة، هل يحتاج إلى قرار سيادي وطني أستاذ عبد الرزاق؟ سيدي، عندما يكون العراق عنده حكومة عراقية دافع عن المصالح العراقية لربما يقدر يعني يستخدم هاي الأوراق. أما أن تكون حكومة هي تابعة لإيران، ما العراق يعني نقض إيراني، رأت إيران من تحاصر من أمريكا، حاصرت الإيرانيين، رئة الإيرانيين هو كان العراق والبنوك العراقية والموارد العراقية والعقود العراقية اللي سهلتها لهم، هي هاي الميليشيات وهاي الحكومات المتعاقبة على العراق. احنا متى ما حكمتنا حكومة عراقية تهمها المصالح العراقية، اي نعم في أوراق كثيرة قادرين أن يلعبوها ضد إيران، لكن هم ناس يتقربون إلى الله،
في العمل مع إيران، هو هاي العقيدة اللي موجودة في صدره، إن كان محمد الشاع السوداني أو إن كان الإطار الفارسي، هو يتقرب إلى الله في خدمة إيران، هاي هي عقيدة سيدي. فهذا كيف يلعب بأوراق؟ بالعكس هو يحرق الأوراق هاي من أجل إيران، ما يهم الشعب العراقي. لكن أستاذ عبد الرزاق، لكن البرلمان الحالي أفصح في منتصف تشرين الأول أكتوبر الماضي عن تحرك نيابي، يتضمن هذا التحرك تدويل الانتهاكات الإيرانية بحق سيادة العراق، كيف تنظر إلى هذا التحرك؟ يعني أكو تحرك أكذوبة. نيابي أكو تحرك نيابي أكذوبة. صدقني أكذوبة، أصلاً إحنا برلماننا ما يتحرك ضد المصالح الإيرانية على الإطلاق. هو تحرك علاء تحرك، الرجل النائب من الناصرية التابع التشرين، ورفض المحاصصة، هو نائب حاصره داخل قبة البرلمان وضربوه وهددوه وهجموا عليه بالسكاكين داخل قبة البرلمان، ورجل هتف شعار بس يعني مو أكثر. انت تريد يعني يتلقى قيس الخزعلي وهادي العامل ومحمداوي وباقي زعماء الميليشيات ونور المالكي يتركون 10 او 15 برلماني يصدر قرارات ضد ايران على الاطلاق؟ لا، وحتى سيدنا الحلبوسي شنو سوى سيدنا الحلبوسي والاخ خميس الخنجر؟ لا يا سيدي، اليوم ماكو فد يعني مجموعه او حزب او قرار عراقي اصيل نقدر نخلي يعني ايادينا سوية، ما موجود اليوم. طيب استاذ عبد الرزاق، سؤالي الاخير لحضرتك قبل ان تغادرنا، متى يتخلص العراق من تبعيته لايران؟ ما الذي يحتاجه العراق؟ متى ما تخلصنا من الاطار الفارسي والحشد الشعبي الموجود اليوم بالجادريه، ذاك الوقت نقدر نتخلص من التدخل الايراني بالعراق. جبهتنا الاولى هو الحشد الشعبي، اللي سوى داعش هو شكل الحشد الشعبي، خلصنا من داعش وما زال الحشد الشعبي بعملياته الإرهابية، بمواقفه السياسية الإرهابية، بمكاتب الاقتصادية الإرهابية، هو محتل العراق. متى ما تخلصنا من هذا هاي الجرثومة اللي جاثمة على صدر العراق، ذاك الوقت احنا نتخلص من النفوذ الإيراني، وذاك الوقت نقدر نلعب أوراق ضد المشروع الإيراني بالمنطقة. أستاذ مجاهد، شو وقت يستعيد العراق سيادته بشكل كامل غير منقوص؟ طبعا هذا يعني غير موجود إلا في أحلام العصافير للأسف. يعني السيادة العراقية لا يعني لا يمكن المطالبة بها، وإنما يجب أن تفرض من قبل الدولة بوجود مشروع وطني، بوجود سلطة موحدة مركزية، بوجود جيش وطني قوي ينتمي بعقيدة عسكرية واحدة، غير عقائد عسكرية مشتتة بين تنتمي للخارج، تنتمي لهذا الحزب، تنتمي لهذا الفصيل، تنتمي لهذا المرجع. هناك سياقات كثيرة جميعها تصب في السيادة، وجميع هذه السياقات مشتتة ومبعثرة وغير مستغلة ومعطلة، وبالتالي السيادة غير موجودة ولن نجدها في المستقبل القريب. في حال نجحت الاحتجاجات في إيران وبالتالي أسقطت نظام طهران، هل سيتحرر العراق مستقبلا؟ بالتأكيد. يعني إذا هناك عاملين أساسيين، هو باختصار لو سمحت، هو النظام الإيراني وسيطرته على العراق، ومرجعية السيد السيستاني في العراق. هناك ربط ما بين هاتين المرجعيتين، إذا حصل أي خلل أو أي يعني وفاة السيد السيستاني أو وفاة خامنئي، ستحدث هناك تغييرات كبيرة في العراق وإيران. المتخصص في ملف الميليشيات الأستاذ عبد الرزاق الحيالي، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا أستاذ عبد الرزاق، شكرا جزيلا. والكاتب والباحث السياسي في الاستوديو الأستاذ مجاهد الطائي، شكرا جزيلا لحضوركم. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.